خلونا بما ان احنا بنتكلم دلوقتي على مجلس الشيوخ، فالمجلس مجلس الشيوخ بالتحديد رفض إجازة الأبوة في قانون العمل الجديد، وافق على إجازة وضع 14. خلونا ناخد معانا على التليفون سيادة النائبة نهى أحمد زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأيضا أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة. أهلا بك يا سيادة النائبة. أهلا بيك. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ بخير الحمد لله. أهلا وسهلا. عايزين نفهم سبب رفض إجازة الأبوة وقبول إجازة الأربعة أشهر. طيب يعني خلينا نوضح الأول فكرة أو سياق الحديث. النهاردة كان في المجلس عن الجزء الخاص بتشغيل أو يعني أحكام عمل أو تشغيل المرأة العاملة. النهاردة كان أحكام تشغيل المرأة العاملة بتتضمن فكرة أجازة الوضع وأجازة رعاية الطفل وغيرها من الأحكام. بالنسبة لإجازة الوضع كان النص المتقدم أو المتقدمة به الحكومة بينص على أن تكون أجازة الوضع 3 أشهر للمرأة العاملة، و يعني من حقها هذه الإجازة مدفوعة الأجر 3 مرات طوال مدة خدمتها. ولكن المجلس الحقيقة يعني وافق على رأي اللجنة أو ما انتهت إليه اللجنة في أن أجازة الوضع تكون أكثر وتكون مدة 4 أشهر. والحقيقة فكرة 4 أشهر دي لسببين. أولا فكرة أنه الاتفاقيات الدولية بتتكلم على أنه الحد الأدنى لأجازة الوضع تكون 14 أسبوع. الحاجة الثانية أنه من باب المساواة مع المرأة العاملة في القطاع الحكومي، هي المرأة العاملة في القطاع الحكومي لها أجازة وضع 4 أشهر بأجر والمدة 3 مرات أيضا طوال مدة خدمتها، فعلشان ما يحصلش أي نوع من التمييز ما بين المرأة في القطاع الخاص أو القطاع العام، أو حتى ما بين الطفل المرأة من قطاع خاص أو المرأة من قطاع عام، فرأينا أنه يتم توحيد فترة إجازة الوضع خصوصا أنها إجازة وجوبية لتكون 4 أشهر. عظيم جدا. ده في إجازة وضع الـ4 شهور. أما بخصوص إجازة الأبوة المرفوضة، طيب هو إجازة الأبوة الحقيقة كانت مقترح من زماننا أيضا في التنسيقية بأنه تمنح إجازة أبوة للرجال العاملين ومن يعني منهم من يرزقوا بأطفال وتكون لمدة 7 أيام. الحقيقة إجازة الأبوة هي يعني إجازة معمول بها في العديد من الدول، الدول العربية والدول الأخرى على مستوى العالم، والهدف منها فكرة أنه يعني يحصل نوع من الاستقرار العائلي ورعاية هذا الطفل بشكل يعني جيد ومشاركة هذا الأب في رعاية هذا الطفل. اللي حدث انه الحقيقه يعني الحكومه عبرت عن ان هذا الامر اساسا يعني يتم دراسته في الوقت الحالي، وفي يعني زي مداولات بتتم، ولكن لم يصل بعد الى صيغه يعني نهائيه. فبالتالي يعني لما الامر خضع للتصويت حدث انه الامر يعني ايه يعني لم يتم تمريره بشكل يعني بالموافقه. واعتقد ان دوت ممكن يعني بعد كده فتره قدام لما يحصل ان يعني يحصل عليه توافق والحكومه تكون بلوره شكل معين له، اعتقد ان احنا ممكن نسمع عن حاجه زي كده بتطرح مره اخرى. لكن لا توجد اصوات معارضه لهذه الاجازه يعني. يعني لا يعني ما اقدرش اقول ان احنا سمعنا صوت معارض بشكل يعني يعني في معارضه لفكره الاجازه، ولكن هو اعتقد ان الامر اكثر فكره بلوره الامر ويعني وان يكون اخذ وقت من الدراسه كافيه بحيث ان هو يخرج بشكل ملائم ويتناسب مع طبيعه العمل في مصر. طيب عظيم جدا، يعني لعله خير زي ما بيتقال ان شاء الله. أظن يا رب باذن الله. الابهات محتاجين المزيد من الدعم الحقيقه، ساعدونا في ذلك. يعني كل الدعم سواء للمرأة العاملة أو للأب أيضا. أيوة. ويعني نأمل بإذن الله أن احنا الفترة اللي جاية نلاقي يعني هذا الأمر مطروح أيضا على الساحة، لأنه زي ما بتقول هو أمر متعارف عليه في العديد من الدول وأيضا. صحيح. الدول العربية
لديها هذه الانواع من الاجهزه، يعني اجهزه القبوه دي في عدد من الدول وليست ببعيده عنا زي السعوديه الامارات الاردن وغيرها. ف يعني اعتقد ان احنا في خلال الفتره القادمه اعتقد ممكن نشوف حاجه زي كده باذن الله. يا مساهل على ايديك وسياده النائبه، الف شكر ليكي. كل الشكر سياده النائبه نهى احمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، وامين سر لجنه الطاقه والبيئه والقوى العامله.